السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي واغلى متابعين في الدنيا. فيديو كده على السريع، حبيت اشارك معاكم اكلة بسيطة جدا جدا وبتتعمل في 5 دقايق بالظبط. دي تعتبر زي البيتزا كده، بس هي بالبيض من غير دقيق ومن غير عجن ومن غير اي حاجة. ممكن تقدميها مع بطاطس، جنبها كاتشب، جنبها بتنجان مقلي بقى لو انت عاوزه تعمليها جنب غدا جنب عشاء، لو انت عايزاها تكتفي بيها كده زي ما هي تحطيها في سندوتشات للفطار. لذيذه جدا وبسيطه وما بتاخدش وقت، وحسب الخضار المتوفر عندك، حابه تحطي فلفل، حابه تحطي طماطم براحتك، حابه تحطي فلفل الوان براحتك. تعالوا ندخل على الفيديو. هي بتكون بالمكونات المتوفره عندنا في الثلاجة. حابة تحطي جبنة براحتك، مش حابة براب برضو حاجة ترجع لك. تعالوا ندخل على الفيديو، ما تنسوش لايك وشير يا حبايب قلبي وتعليق جميل زيكم كده. يلا ندخل على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع حبايب قلبي، نعمل مع بعض فكرة بسيطة جدا وسهلة تنفع للفطار او للعشاء او ممكن للغدا لو انتي ما عملتيش اكل ومحتاجة حاجة سريعة جنب الاكل كده، تقلي بطاطس جنبها بسرعة كده عشان الفيديو صغير. انا هنا معايا طاسة على النار وهحط فيها جزء كده سمنة بلدي. معايا هنا المكونات اللي انا عاملاها عندي هنا، انا عاملة هنا بيضتين وشوية فلفل اسمر وفلفل اخضر متقطع زي ما احنا شايفين كده، وشوية لانشون. طبعا الأكلة دي سريعة وحلوة بتتعمل بسرعة جدا. هنا السمنة بتاعتي هنا بعد ما قدحت هوطي بس عليها النار شوية. هنا حبايبي أنا حطيت المكونات بتاعي هنا اهو. طبعا العدد بتاع البيض عندك والخضار والحاجة دي بتحطيها حسب ما انت عاوزة زي ما احنا شايفين كده. أنا حطيتها لحد لما هتستوي كده من تحت، وهي طبعا عليها الفلفل بتاعها وعليها الملح. هنبدأ ان احنا نهدي عليها النار ونغطي عليها، هي هتستوي في نفس الوقت. هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي، 5 دقايق كده بس على نار هادية وارجع لكم تاني. هنا حبايب قلبي الاكل بتاعنا هنا اهو، او القرص بتاعنا خلاص كان اتحمر من تحت زي ما احنا شايفين كده. لو انتي مش عاوزاه يتحمر براحتك، المهم نكون حاطينه في طاسة مش بتلزق. تمام، المفروض ان انا هنا عاوزة اقلبه. ممكن تحطي هنا طبق وتقلبيه عليه وبعدين تعدليه تاني، او تقلبيه هنا زي ما انا بعمل كده. ماشي، في المرحلة دي ممكن نكتفي بالموضوع لحد كده، وممكن تجيبي معاكي شوية جبنة رومي تحطيهم كده على الوش، بس في الاخر يعني احنا عايزينها تمط. الجبنه الرومي هتمط، ممكن جبنه بقى موتزاريلا، ممكن شيدر، الحاجه اللي انت عايزاها تحطيها، حابه تحطيها على القرص بتاعك حطيها. هي هنا هتاخد من الحراره بتاعه النار علشان انا هغطيها تاني واحطها على النار تاخد الوش اللي تحت، وهوريكم شكلها عامل ازاي بعد ما تخلص. هنحطها تاني على النار 2 دقايق بالظبط ونوريها لكم. النكهه بتاعت البيض، ولما بتسيح طبعا معانا الجبنه حسب نوع الجبنه اللي انت حطاها تبدا تمط معانا زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي بقى نحطها في اي طبق عندنا كده زي ما احنا شايفين، وبالهنا والشفا. عايزين بقى تحطوا معاها بطاطس مقليه، عايزين تحطوا معاها تاكلوها بعيش، تاكلوها كده بالشوكه براحتكم. حابين تعملوها معاملة البيتزا كده براحتكم برضو، هي بتكون لذيذة جدا وملهاش حل بصراحة، طعمها بيكون تحفة. انا بستكفي بيها كده وباكلها كده ساعات لما انا اكون عاوزة اكل عيش، بيكون طعمها جميل جدا. جربوها، اتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات.